وفي اتصال هاتفي في نشرة سابقة قال سعادة النائب غازي الرحمة عضو مجلس النواب عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس إن السلطات القطرية تتبنى نهجا عدائيا ضد بحارة البحرين لم تمارسه أو تعتد عليه أي من دول الخليج العربي، كما أنه مخالف للقوانين والاتفاقيات والأعراف الدولية. وضع حد لهذه الممارسات اللي تضر مع الأسف بالعلاقات وما تساعد في عودة التوافق الخليجي. لأن اللي نشوفه اليوم ما قاعد تسوي فيه اللي قاعد تعمل فيه قطر ملاحقة الصيادين وقواربهم والاعتداء عليهم وسجنهم، هذا الأمر يعني مع الأسف لم نعتاده من دول مجلس التعاون الخليجي. هاي الأسلوب في التعامل ما يمثل الثقافة اللي تربى عليها أهل الخليج. احنا في الخليج العربي تربطنا روابط أسرية واجتماعية كبيرة وروابط تمتد بعمق التاريخ، وهاي الروابط قائمة على المحبة والتعاون وعلى مساعدة بعضنا البعض. فيعني لذلك يعني ان هاي الاسلوب في ملاحقة الصيادين البحرينيين من قبل السلطات القطرية هو امر غريب على ثقافة اهل الخليج وامر مستنكر وامر خارج حتى عن الاعراف القوانين الدولية، لان هناك في اعراف ومعاهدات ومواثيق دولية اللي نتمنى لهم السلطات القطرية تلتزم فيها خلال ممارستها ضد الصيادين والبحارة واحترام هذه المواثيق.